بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. والنهارده بعد ما عملنا 9 حلقات عن الدوري الانجليزي ب9 جولات، نخش النهارده والجوله الاولى والبريمير ليج المصري. الدوري المصري يا جماعه راجع السنه دي، وشكله هيبقى دوري فوق العاده وغير الدوري المعتاد اللي احنا متعودين عليه. 3 مدربين اجانب و15 مدرب مصري مع 18 فريق، والبدايه قويه في كل الماتشات من اول 3 دقائق في بطوله الدوري. البنك الاهلي احرز، جاب الهدف الاول في طلائع الجيش، والماتش انتهى 3-0، والاجوان نازله بغزاره في كل الماتشات. وكان اغرب ماتش واقوى ماتش اتلعب يمكن الجوله دي كان الاتحاد السكندري وسموحه، اللي كان متقدم 3-0 ورجع في الشوط الثاني قدر نادي الاتحاد السكندري يرجع للمباراه، والمباراه تنتهي 4-4. اجوان بغزاره في اغلب الماتشات، كل الماتشات سجلت فيها اهداف، كل الفرق جابت اجوان. ماتشين خلصوا تعادل وبقيه الماتشات كلها فوز. ما فيش فرق بين فريق كبير وفريق صغير، فريق صاعد من الممتاز او فريق موجود اصلا في الممتاز. كل الفرق بتلعب كوره هجوميه من اول الدوري عشان ما يحصلش المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت، ونلاقي فرق كبيره زي الاسماعيلي والمقاولين بينافسوا على الهبوط. لا، الدوري السنه دي غير. وهنقول دلوقتي اللي حصل في الماتشات، وزي ما قلنا 3 مدربين اجانب، باتريس كارترون على القياده الفنيه لفريق الزمالك، وبيتسو موسيماني القياده الفنيه للنادي الاهلي، والمدرب التونسي اللي ماسك المصري مش حاضرني اسمه دلوقتي. يعني كل الفرق في الدوري المصري عملت تدعيمات، يمكن اكتر فريق عمل تدعيمات كان فريق فيوتشر، اللي عمل 27 تبديل او اشترى 27 لعيب، وبتتراوح بقى كل فريق بعد كده بقى في 15 وفي 20 وفي 22 وفي 3 وفي 4 وفي 5. الفريق الوحيد اللي ما قدرش يعمل تدعيمات كان هو نادي الزمالك، نظرا لانه موقوف القيد لمده فترتين، واحتمال لو ما دفعش الغرامات زي ما انتم شايفين كده 52 مليون جنيه الاتحاد الدولي هيوقف القيد، ممكن مر فتره كمان او فترتين على حسب. لكن الزمالك لازم يسرع ويدفع الغرامات دي، اللي كانت النهارده حكمت اول حكم فيهم حكم غير قابل للاستئناف نهائي، مشكله محمد ابراهيم مع مارتيمو البرتغالي، والمحكمه حكمت بيه 1 مليون يورو مع الفوائد حتى يتم السداد، وده مبلغ كبير جدا يعني هيتعدى ال 22 مليون جنيه مصري. نخش على نتائج الجوله واللي حصل فيها. زي ما قلنا البنك الاهلي كسب الجيش 3-0، سموحه الاتحاد السكندري كان ماتش جامد جدا خلص 4-4، وفيوتشر كسب فاركو 1-0، والمقاولين العرب كسب الشرقيه للدخان 1-0، والجونه تعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1، والزمالك وانبي 2-0، وبيراميدز ومصر المقاصه اللي لسه خلصان من ساعتين 2-1 لبيراميدز، والاهلي غلب الاسماعيلي 4-0. نتكلم على اقوى 3 فرق يعني بالنسبه لمباراه الزمالك اللي اتلعبت امبارح. مباراه كانت قويه جدا وخصوصا في الشوط الاولاني، وقدر النادي الزمالك ينهي الشوط الاول بهدف في نهايه الشوط من ضربه جزاء احرزها زيزو، وقدر الزمالك في الشوط الثاني يحسم اللقاء بهدف لعمر السعيد العائد من الاعاره. في الماتش في مجمله كان الزمالك مستحوذ على المباراه بشوطيها الاول والثاني، ولكن مع بعض المناوشات كده عن فريق انبي، ولكن اللقاء انتهى 2-0، والجول الثاني اللي جابه عمر السعيد بيثبت ان هو لعيب قوي جدا، ولا كل عن مصطفى محمد نجم الزمالك اللي احترف في تركيا السنه اللي فاتت. ولكن عمر السعيد لو خد فرصته ولعب اللقاءات من اولها هيثبت ان هو لعيب قوي جدا، لان بنيانه الجسماني قوي وهيتر كويس ولعيب خطير في منطقه الجزاء. خش على مباراه بيراميدز النهارده، ما شفتش المباراه صراحه، لكن عرفت ان هي خلصت 2-1، فمش هقدر اتكلم عليها. لكن بيراميدز قدر يحقق انتصار وغلب مصر المقاصه 2-1. مباراه لاقوى الاسبوع ده بعد مباراه الاتحاد السكندري وسموحه كانت مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي، اللي كانت مباراه جميله جدا، وخصوصا الشوط الاولاني اللي قدر النادي الاهلي يحسمه ب3 اهداف مقابل لا شيء. يمكن كان في 10 15 دقيقه الاسماعيلي كان بيبادر النادي الاهلي الهجمات والاستحواذ على الكوره، ولكن بعد 15 دقيقه ما شفناش الاسماعيلي اختفى اختفاء تام. ضربه جزاء للنادي الاهلي بيحرزها علي معلول، بعدها بدقيقه على طول بيرسي تاو بيحرز الهدف الاول، و بعدها بشويه يجيب الهدف الثالث. بيرسي تاو بيثبت من اول مباراه ان هو صفقه ناجحه للنادي الاهلي، وكمان معاه لويس ميكسوني اللي بيقدر يرفع الكوره كويس،
وبيقدر يحرك زمايله يمين وشمال بالكوره يعني. ولكن موسيماني النهارده كان مفاجئنا بخطه جديده اول مره نشوفه بيلعب بيها، وتغييرات كتيره تقريبا، مغير اربع لعيبه، ثلاث لعيبه ومركز. كنا الاهلي كان بيلعب المفروض على الورق 4-3-3 بوجود الاربعه بتوع خط الدفاع المعروفين ايمن اشرف والسلطان بنون واكرم توفيق، والناحيه الشمال معلول، وفي النص ديانج والسوليه وحمد فتحي، وكان قدام قفشه وميكيسوني وبيرسي تاو. ولكن كنا بنشوف دايما حمد فتحي، وخصوصا لما تكون هجمه على النادي الاهلي، بيلعب مع خط الظهر زي ليبرو، خط الظهر كده ستوبر اللي كنا بنقول عليه زمان ستوبر او ليبرو يعني، بيرجع والكوره معانا بيبقى ليبرو متقدم اللي هو ما بين خط الظهر ونص الملعب، وحاله ان الهجمه علينا خالص بيكون بيلعب ليبرو مع الاربعه بتوع الدفاع. طريقه جديده، وبعدين لعب ميكي سوني وبرستاو لاول مره من اول مباراه، وكان الجماهير قبل الماتش متخوفه، ويمكن الناس اللي كانت بتحلل المباراه كانوا خايفين من التشكيل، مش عارفين هو هيلعب ب 4-3-3 ولا 4-2-3-1 اللي معتاد يلعب بيها. ولكن وجود محمد شريف، اللي كانت الناس كلها مستغربه، محمد شريف هداف الدوري السنه اللي فاتت قاعد بره، ولكن موسيماني اثبت بالتشكيله دي وباللاعيبه اللي جابها واللاعيبه اللي لعب بها المباراه، وانه الشوط الاولاني مع فريق تقيل زي فريق الاسماعيلي 3-0 اثبت ان وجهه نظره صحيحه، وانه بيلعب المباريات او بيلعب باللعيبه اللي هو شايفها فنيا تصلح للمباراه. وده اللي عمله النهارده في مباراه النادي الاسماعيلي، تغييرات كبيره وتغييرات في المراكز، ولكن تغييراته اتت بثمارها، وقدر النادي الاهلي من فتره طويله ما فاتش على الاسماعيلي بالنتيجه الكبيره دي. ولكن الاسماعيلي في الشوط الثاني الى حد ما يعني كان افضل، ولكن برده كورته مش دي كوره الاسماعيلي اللي احنا نعرفها، وغالبا الاسماعيلي لو استمر على هذا الاداء هيعاني مثل زي ما عانى السنه اللي فاتت. ولكن نتمنى للكابتن طلعت يوسف مدير فني النادي الاسماعيلي كل الشفاء، عنده كورونا وربنا يشفيه ان شاء الله، بتشوف الملاعب قريب، ولان وجوده في الملعب له هيخلي شكل الفرقه غير. اتمنى كل التوفيق للنادي الاسماعيلي وكل الفرق المصريه. زي ما قلنا الدوري السنه ده هيبقى دوري غير، تابعوا حلقات خاصه للدوري المصري وحلقات للدوري الانجليزي ان شاء الله، اوعدكم ب حلقات احلى واحلى. يمكن التصوير شويه غيرنا اللوكيشن عشان بس نقلنا السكن وكده، فورايا انا في الدور السابع وورايا هو زي ما انتم شايفين كده، ومركز الاعمال وكده. يعني مش قادر اظبط الاستوديو بتاعي، ولكن لحد ما بعض المعدات شغاله يعني. اتمنى تتابعوني للاخر وتشاركوا الحلقات على الفيسبوك، تدعوا احد اصدقائك للاشتراك في القناه الكوره مع ميجا. طبعا انت بتشوف الحلقه لايف، انت بتسبق الجمهور انت